أيها الأخوة المواطنون، وُري الثرى عصر هذا اليوم الجثمان الطاهر للداعية الشيخ الدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي رحمه الله في مدينة سامراء وسط جمع غفير قدموا من كافة المحافظات العراقية. وكانت براسم تشييع فقيد الأمة الإسلامية وفقيد العراق فضيلة الشيخ الداعية الدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي رحمه الله قد تمت في العاصمة بغداد، وتمت الصلاة عليه وسط حضور جماهيري كبير وخاصة من علماء الدين الأفاضل وشخصيات سياسية، وذلك في جامع أم القرى بالعاصمة بغداد. وقد شارك الآلاف من المعزين من الأوساط الدينية والاجتماعية المختلفة في مجلس العزاء المقام على روح الداعية الشيخ الدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي رحمه الله في قاعة البشامان بمدينة سامراء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. Thank you.